من الروايات الروسية القديمة حول أوكرانيا وصولاً لقصص بطولات المقاومة الأوكرانية، نشر مدققو الحقائق في جميع أنحاء العالم بالفعل ما يقرب من 500 مقال يفضح الإدعاءات حول الصراع المحتدم بين روسيا والغرب. هنا موسكو، في الصباح الباكر من يوم 24 فبراير الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن عملية عسكرية في أوكرانيا، وصفها في خطاب متلفز بالعملية العسكرية الخاصة، وذلك بعد أشهر من تواجد العسكري الروسي المتزايد بالقرب من الحدود الأوكرانية. واعتبر بوتين أن سبب العملية العسكرية كان حماية الأوكرانيين مما اعتبره سوء المعاملة والإبادة الجماعية من نظام كييف. وقد صنفت هذه المعلومات بالخاطئة طبقاً لمجموعات لتدقيق المعلومات في الغرب. أما هنا في كييف، فأحد أبرز الأمثلة على المعلومات المضللة في زمن الحرب هو مقطع فيديو يفترض أنه يظهر طائرات حربية في سماء أوكرانيا تمت مشاركته بعد ساعة واحدة من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للعملية العسكرية، ليتضح أنه تم تصويره في العام 2020. أيضا ينتشر مقطع فيديو آخر يحتوي مشاهد زعم أنها من الصراع بين روسيا وأوكرانيا. وبإجراء بحث عكسي على ياندكس بعد تقسيم الفيديو إلى صور ثابتة، اتضح أنها لجنود فرنسيين في أفغانستان، وتم نشره على يوتيوب بتاريخ 21 ديسمبر 2010، وليس له أي صلة بالصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا. أيضا نشر إنفوغرافيك شو أن الجيش الأوكراني قال إنه دمر 4 دبابات روسية بالقرب من خاركيف، وقتل 50 جنديا بالقرب من منطقة لوغانسك، كما أسقط 6 طائرات حربية روسية. وتظهر عمليات البحث العكسي للصور أن هذه الصور تسبق العملية العسكرية الروسية من الأساس، حيث صورت قبل نحو 30 عاما عندما اصطدمت مقاتلتان روسيتان في الجو خلال معرض جوي أقيم في إنجلترا في يوليو العام 1993. أيضا انتشرت صورة أخرى على نطاق واسع بزعم أنها من أوكرانيا لانفجار وتصاعد كثيف للدخان. وبإجراء بحث باستخدام ياندكس ريفرس إيميج سيرش، اتضح وجود صورة على موقع جيتي إيميج بتاريخ 21 مارس 2003، وإنها صورة في العاصمة العراقية بغداد أثناء الغزو الأمريكي.